أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا. ها نحن نعيش الآن اللحظات الأولى لخسوف القمر. اليوم هو 14 من شهر ذي القعدة لعام 1439 للهجرة، وهي أيضا ليلة 15 من شهر ذي القعدة. أيضا اليوم 27 من يوليو لعام 2018. الآن المساجد تعلن الصلاة جامعة بعد نصف ساعة من صلاة العشاء، ونحن ذاهبون للصلاة. سجلت لكم المقاطع الأولى لبداية الخسوف، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. هذا الحدث الكوني يعده الفلكيون بأنه حدث كوني فلكي، لا ينظرون فيه إلى الناحية الشرعية، خاصة أهل الفلك والحساب، بينما المسلمون ينظرون إلى ما ورد في النبي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده، حيث أنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحدث كوني، وإنما يخوف الله بها عباده. فلننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وكلها من أهوال يوم القيامة. كذلك في قول الله تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وكلها من أهوال يوم القيامة. وفي ذلك تذكير وتخويف للناس. أيضا حينما تشرق الشمس من مغربها، فإن هذا الحدث الكوني يحدث مرة واحدة. سوف أكمل الحديث ولكن بعد الصلاة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة المشاهدون، وبعد ساعة إلا 10 دقائق تقريبا انتهت الصلاة، وإمامنا لم يطول كثيرا. عندما خرجت وجدت القمر بهذه الصورة، وإذا خرجنا وهي بهذه الصورة فنكثر من الاستغفار والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالمغفرة وحسن الختام. هذا القمر يسميه الفلكيون القمر الدموي بهذه الصورة المحمرة. هناك أمور أود الحديث عنها. لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، فصلى بالناس ثم خطبهم وبين لهم حكمة الكسوف وأبطل اعتقادات الجاهلية. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يفعلوه من الصلاة والدعاء والصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ومعنى ذلك أن المسلمين لا يعرفون موعدا للكسوف، لكن متى حدث سارعوا إلى ما شرع الله لهم من الصلاة وغيرها.
كانوا عند حدوث الكسوف يخافون أن يكون منذرا بنزول بلاء فيلجؤون إلى الله بالدعاء أن يصرف عنهم ما يحذرون. في العصر المتأخر أو في الوقت الحاضر الآن، الحسابات الفلكية وعلم المختصين بذلك يدركون وقت الكسوف، فيعتقد البعض بأن هذا الأمر ليس كما ورد في السنة أو كما ورد في شريعة الإسلام، أو لا يهتم بذلك، ما هي إلا ظاهرة فلكية، وهذا خطأ عقائدي كبير. على المسلمين أن يفعلوا ما أمروا به عند حدوث الكسوف ولو كانوا قد علموا بذلك من قبل. فإن ذلك مما أمرنا به الله سبحانه وتعالى ورسوله. في السنة النبوية المطهرة ذكر أو بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن حدوث الكسوف والخسوف ما هو إلا تخويف من الله لعباده، ولا الواجب على المسلم التسليم لحكم الله تعالى والعمل بشرعه والإيمان لحكمته، ولأن الكسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ويذكرهم بعض ما يكون يوم القيامة، كما في قوله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، وفي قوله تعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. وهذا على وجه التخويف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خشيته لله قد خرج فزعا يظن أن الساعة قد قامت لما كسفت الشمس في عهده، وهذا من قوة استحضاره لقيام الساعة وشفقته على أمته. أما القائلون بأنها ظاهرة طبيعية ويلبسون النظارات ومتابعة الكسوف أو الخسوف والاقتصار على التفسير العلمي الدنيوي، لم يدركوا ما وراء ذلك من التذكير بالآخرة، وهذا من علامات قسوة القلب وقلة الاهتمام بأمر الآخرة وضعف الخشية من قيام الساعة والجهل بمقاصد الشريعة الإسلامية وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفزع والخوف عند حدوث الكسوف والخسوف. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقومون لصلاة الكسوف والخسوف وفي أنفسهم أنها لو كانت لقيام الساعة لم يكونوا بصلاتهم غافلين، وإن كان الكسوف والخسوف ليس لأن القيامة قد قامت فلم يخسروا بصلاتهم، وإنما غنموا أجرا كبيرا، نسأل الله أن يجعلنا ممن يخشونه. الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تكون حتى ينجلي الخسوف تماما، لكن أحوالنا تغيرت. على كل حال نترك ما بقي من هذا الخسوف في التسبيح والتهليل والاستغفار والتكبير، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا وعنكم. أسمع الآن بعض المساجد ما زالت تصلي والحمد لله. الغريب أنه بعض المساجد بدأت الآن في الصلاة بعد مضي ساعة ونصف تقريبا أو أكثر. الآن أسمع بعض المساجد بدأت في الصلاة بعد مضي أكثر من ساعة وأربعين دقيقة، وهذا شيء غريب. على كل حال هناك معلومة: لأربعة أعوام متتالية 15-12-1436 كان هناك خسوف، في 14-12-1437 للهجرة كان هناك خسوف، في 16-11-1438 كان هناك خسوف، في 14-11-1439 هذه الليلة خسوف كلي دموي كما يقال عنه، أربع خسوفات متتالية
وما زلنا في غفلة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. بعد مضي ساعتين وحتى هذه اللحظة والقمر بهذه الصورة، سوف يستمر لمدة 4 ساعات في أطول خسوف منذ قرابة القرن تقريبا 83 عاما. بالنسبة للذين يؤمنون بأقوال الفلكيين ولا يصدقون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقعوا في محظور كبير جدا جدا، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. تجد أن الكثير من الردود في مواقع التواصل، تجد أن الغالبية ينسب مثل هذا الخسوف إلى أنها ظاهرة فلكية، والحقيقة أنهم بعيدون كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد القمر معي يختفي سبحان الله في السحاب، ربما في السحاب يختفي قليلا. على كل حال أنا أقول أن مثل هؤلاء يجب مناصحتهم بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصدقوا فدعوهم واتركوهم. هؤلاء أنا أقسم بالله لو غدا أشرقت الشمس من مغربها لقالوا بأنها ظاهرة فلكية. هؤلاء لا يصدقون حتى يروا الحقيقة والعيان أمامهم. نسأل الله العفو والعافية، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم. نحن نؤمن بما قال الله وقال الرسول، أما الذين يؤمنون بما قاله الفلكيون فأخشى أن يحشروا معهم، والله المستعان. نسأل الله الهداية لكل من ضل عن طريق الحق. خذوها مني قاعدة، وهي أن جادلهم بالتي هي أحسن، فإذا لم ينفع معهم فدعهم، ولكن ذكرهم بأن الشمس تخرج من، يعني هذا مهم جدا، الكلام هذا مهم جدا، أرجو الانتباه وتطبيقه على المعارضين. قولوا لهم بأن الشمس سوف تشرق من مغربها، ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة الكبرى، أنها من علامات الساعة الكبرى. ولذلك يعني مثل هؤلاء لجهلهم وبعدهم عن دين الله، تجده حتى لو أشرقت الشمس من مغربها لقال بأنها ظاهرة فلكية. في هذه اللحظات تقريبا بعد الساعة 12:40 بتوقيت مكة المكرمة، بدأ الآن ينجلي الخسوف، وإن كان يتخلل القمر الآن السحاب، أو السحاب يمر من خلال يغطي ضوء القمر، وكما يظهر بأن نصف القمر قد انجلى وبقي النصف الآخر. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.